الرئيس السيسي يؤكد أن الدولة تعاملت مع أزمة كورونا بشكل علمي واحترافي. معهد روبرت كوخ يعلن تسجيل 460 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا. ورئيس وزراء الصين يتحدث عن نجاح استراتيجي كبير في مواجهة كورونا ويحذر من تحديات اقتصادية هائلة. السابعة صباحاً، الخامسة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلاً بكم. في البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. احمي أهلك واحمي بلدك. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع بشائر الخير بمحافظة الإسكندرية. وخلال الافتتاح أكد الرئيس أن الدولة تعاملت مع أزمة فيروس كورونا بشكل علمي واحترافي ومهني، مشيرا إلى أن المنظومة الصحية المصرية تتعامل مع باقي الأمراض الصحية بالتوازي مع أزمة كورونا. وخلال كلمته دعا الرئيس المواطنين لاتباع الإجراءات الاحترازية لتخفيف العبء على الأطقم الطبية، كما أكد أن سلوكيات المواطنين ستحدد حجم تنامي معدل الإصابة بالفيروس. اطمئنوا وفي نفس الوقت احذروا، اطمئنوا أن الموضوع بيدار بشكل علمي واحترافي ومهني بشكل كبير جدا جدا كإدارة أزمة وكقدرات دولة في مواجهة هذا الموضوع. وهنا في موضوع مهم بس عايز أأكد عليه، لما بيتقال على حجم الأسرة اللي موجودة وحجم غرف الرعاية المركزة وأيضا التنفس الصناعي، بنقصد منها ان احنا لدينا القدرات للمواجهه. لكن خلي بالكم القدرات دي زي ما قال الدكتور خالد برضو هي قدرات بيتم استخدامها مع الامراض الاخرى. يعني احنا مش هنوقف في الدنيا خالص بالنسبه لباقي الامراض والمزمنه ونقول ايه احنا بس مستعدين نتعامل مع كورونا، لا، احنا بنتعامل مع ده وبنتعامل مع ده. فدي نقطه انا بس عايز اكد لكم عليها، وان احنا بنتعامل مع باقي الأمراض وباقي الأزمات الصحية بالإضافة طبعاً لأزمة كورونا. النقطة الثانية أو النقطة الثالثة اللي احنا عايزين نتكلم فيها، إن احنا بنطمنكم إن انتم بالمعدلات اللي بتسمعوا عنها وتلاقوها إنها بتتنامى، ده تطور طبيعي. طب هل ممكن التطور الطبيعي ده يبقى أقل من التطور الطبيعي؟ ممكن. طب ممكن يبقى أكتر من التطور الطبيعي بنسب بسيطة؟ ممكن. ده بتعتمد على الجدارة، جدارة تصرفاتنا. كما أكد الرئيس السيسي أن الدولة تسعى لخلق محور حركة مناسب بمحافظة الإسكندرية، وأن محور المحمودية أسهم في تجهيز محافظة الإسكندرية للمشروعات التنموية. أنا بس عايز أقول أنت كامل، لو أنت عايز تاخد يعني نشيل الكلام دوت من على محور حركة سواء كان للترعة أو لل كوبري، فأنت بتتكلم في 2000 وحدة. ستجد ده محور فني اللي هم الألومنيوم والثانية دول 2000 وحدة، 700 و 1300. نجع الألومنيوم ونجع اسم. ما أنا بقول لك 2000 وحدة. دول ستك تقريباً 1000 واحد. 1000 بس؟ هم ستك 1000 و2000 واحد، ولكن اللي متعارض دلوقتي أو لا لا لا، ما هو حاجة من اتنين. 2000 يا فندم. 2000. أي فندم. هتدفع ثمنه؟ حاضر يا فندم.
لا صحيح، انا جاهز يا فندم خلاص، ادفع ثمنه وسيادتك في اطار تطوير فعلا ميناء اسكندريه، ان ميناء اسكندريه ميناء مخنوقه انا، واحنا محتاجين الارض. هتدفع ثمنه من دوله الرئيس؟ ادفع ثمنه يا فندم. مظبوط، حاضر، ونسكن الناس ونخلي، حاضر، المنطقه ديت، ونبطن زي ما قلنا في العرض اللي فات الترعه وبتاع، بحيث ان هي تبقى محور حركه مستقر وما فيش فيها. تمام يا فندم، انا موافق. لو دوله الرئيس متفق معايا في كده نخلي ال 2000 وحده دول اذا كنت انا فاكر، او ده كان امل لنا يا فندم، وده احنا بنشكر سيادتك عليه. طيب ماشي، متشكرين يا فندم. وقام الرئيس بجولة تفقد خلالها بحيرة مريوط وحوض 6000 فدان، واستمع الرئيس السيسي إلى شرح من اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن أعمال التطهير والتطوير التي تجرى بالبحيرة. كما تفقد الرئيس أيضا مسجد الحق المبين وكاتدرائية السيدة العذراء، فضلا عن نموذج لإحدى الوحدات السكنية بالمشروع. مشروع بشائر الخير 3 نجح في تحويل منطقة عشوائية في منطقة القباري بالإسكندرية إلى منطقة حضارية تتوفر فيها جميع الخدمات وسبل المعيشة الآدمية. جهود كبيرة تقوم بها الدولة لتطوير المناطق العشوائية بمختلف المحافظات في الجمهورية، وذلك للارتقاء بمستوى جميع الخدمات المقدمة لهم. المزيد نتابعه في العرض التالي مع الزميلة نانسي نور. أهلا بكم مشاهدينا، نلقي مع حضراتكم الضوء الآن على جهود الدولة لتطوير المناطق العشوائية. جهود مكثفة من الدولة لتطوير المناطق العشوائية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بهدف توفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق والارتقاء بمستوى جميع الخدمات المقدمة لهم. في ذات السياق استفاد أكثر من 2 مليون مواطن حتى الآن. تعاملت الدولة مع 298 منطقة عشوائية غير آمنة بنحو 166 ألف وحدة سكنية، وجري التعامل مع 59 منطقة بأكثر من 48 ألف وحدة سكنية، حيث تبلغ التكلفة التقديرية للتعامل مع المناطق غير الآمنة أكثر من 32 مليار جنيه على مستوى الجمهورية. كما تم تطوير 53 منطقة عشوائية غير مخططة بإجمالي عدد وحدات يقدر ب 410,000 وحدة سكنية، وجاري تطوير 81 منطقة بإجمالي عدد وحدات سكنية يقدر ب 150,000 وحدة سكنية، حيث تبلغ التكلفة التقديرية لتطوير المناطق غير المخططة 318 مليار جنيه على مستوى الجمهورية. ومن المستهدف أن تعلن مصر خلوها من المناطق غير المخططة بحلول عام 2030. هذا وانتهت الدولة بالفعل من تطوير 18 سوق عشوائي ب9 محافظات،
وجاري تطوير 22 سوق آخر من أجل توفير مناطق حضارية للبيع والشراء وتشجيع حركة التجارة والاستثمار وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. أبرز المشروعات التي تم تنفيذها لتسكين أهالي المناطق غير الآمنة: الأسمرات، المحروسة، بشائر الخير، أهالينا، وروضة السيدة زينب، ومنطقة النورس الجديدة، ومشروع معا لتطوير العشوائيات. وتضم تلك المشاريع وحدات خدمية مثل المستشفيات والمدارس والنوادي الاجتماعية وحدائق الطفل، بالإضافة لدور العبادة سواء كنا نتحدث هنا عن مسجد أو كنيسة. بذلك مشاهدينا يكون انتهى هذا العرض، أنا بشكركم شكرا جزيلا. أعربت مصر عن استعدادها الدائم للانخراط في العملية التفاوضية من اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي حسب ما تم في مسارات التفاوض خلال الشهور الأخيرة. وقالت وزارة الخارجية في بيان إنه بناء على نتائج الاجتماع الذي عقد بين رئيسي الوزراء السوداني والإثيوبي والذي تم خلاله الاتفاق على عودة الأطراف الثلاثة لتكملة الجزء اليسير من الاتفاق، فإن مصر مستعدة للانخراط في العملية التفاوضية على أن يكون جادا وبناء وأن يسهم في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وشامل يحفظ مصالح مصر المائية وبنفس القدر يراعي مصالح إثيوبيا والسودان. بحث وزير الخارجية سامح شكري مع المبعوث الأممي لعملية السلام نيكولاي ملادينوف هاتفيا الجهود الدولية المقبلة في إطار الرباعية الدولية المعنية بالسلام في الشرق الأوسط. وأكد شكري حرص مصر على دعم جهود المبعوث الأممي حفاظا على مسار عملية السلام، مستعرضا الاتصالات التي أجراها مع مختلف الأطراف المعنية من أجل دفع جهود السلام والاستقرار على الساحة الإقليمية والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 774 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى الآن إلى 15003 إصابات و696 حالة وفاة. وأشار بيان وزارة الصحة إلى ارتفاع حالة الشفاء من مصابين فيروس كورونا إلى 4217 حالة وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي، كما أضاف أن عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحليلها من إيجابية إلى سلبية للفيروس زاد إلى 4798 حالة. قال وزير الطيران المدني محمد الطيار محمد منار إنه فور صدور قرار تعليق الرحلات الجوية قامت مصر للطيران خلال الفترة من 16 إلى 19 من مارس بتسيير 476 رحلة دولية وداخلية في الاتجاهين. وأضاف وزير الطيران المدني أنه في ضوء سعي الدولة لتلبية مطالب أبنائها العالقين بالخارج قامت الشركة الوطنية وشركة إير كايرو خلال الفترة من 20 مارس وحتى 21 من مايو الجاري بتسيير 135 رحلة جوية استثنائية لإجلاء 24750 من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية. استقبلت جامعة حلوان الفوج الأول من المصريين العائدين من الخارج وعددهم 289، وذلك لقضاء فترة العزل الاحتياطي بمقر مبنى المدينة الجامعية بالمطرية الذي تم تخصيصه للحجر الصحي في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وأوضح رئيس الجامعة دكتور ماجد نجم أنه تم إجراء العديد من الاستعدادات قبل وصول المصريين العائدين من الخارج، حيث تم تطهير وتعقيم مبنى المدينة الجامعية بالمطرية بالكامل وتوفير بوابة للتعقيم من قبل الطب الوقائي لتعقيم الأفراد والحقائب والمستلزمات الخاصة بهم قبل الدخول إلى المبنى.
الجامعات المصرية شاركت، ومش جامعة حلوان بس، جميع الجامعات والزملاء في الجامعات المصرية كلها لاستضافة أهلنا العائدين من الخارج. ويمكن عندنا هنا المدينة الجامعية بالمطارية صممت وإحنا على قدم وساق منذ أكثر من 10 أيام للتجهيز لاستقبالهم. الاستقبال ليس فقط بترتيب الغرف ولكن أيضا بالوجبات اللي هتكون تقدم ليهم ووسائل الترفيه والتسلية اللي هتكون موجودة معاهم، لأنهم يعني محتاجين يعني يملوا وقتهم خلال فترة الحجر الصحي اللي هم موجودين فيه معانا. فوق كده وبعد كده هي رسالة دي مصر، توفير مواد غذائية، توفير أدوات طبية، توفير كشف لينا وفي استقبالنا. والله الحمد لله على استقبال، استقبال يعني رائع، والحمد لله ونحمد الله ان احنا جينا بلدنا، والحمد لله بنشكر الجماعة المسؤولين كلهم على الاستقبال. استقبال بصراحة غير رائع يعني، الحمد لله، وكلهم الله يبارك لهم ان هم سهرانين برضو طول الليل بنتظرونا، والحمد لله وتحيا مصر. الناس عاملة كل شيء، ما كل شيء يعني تمام بصراحة، يعني من تعقيم، من نظافة المكان، الناس كلها مستقبلانا من أول رئيس الجامعة لغاية أقل عامل في الجامعة، بصراحة يعني يشكروا وجزاهم الله خير. المقابلة كويسة والناس محترمين وقابلونا كويس، والأماكن حلوة ونظيفة وتمام والحمد لله. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتزامه تنكيس الأعلام تكريماً لضحايا جائحة كورونا الذي زاد عددهم في الولايات المتحدة عن 93,000 وفاة. وقال ترامب على تويتر إنه يعتزم تنكيس الأعلام على المباني الفيدرالية والمعالم الوطنية خلال الأيام الثلاثة المقبلة. وجاء ذلك في وقت سجلت جامعة جونز هوبكنز 1,255 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة. أفادت السلطات الصحية المكسيكية بتسجيل 2973 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا، وهو رقم قياسي يومي للإصابات الجديدة. بهذه البيانات يرتفع عدد الإصابات في المكسيك إلى 59,567 حالة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 6,510 حالات بعد تسجيل وفاة 420 حالة جديدة، وهو أقل بقليل من الرقم القياسي لعدد الوفيات اليومي في المكسيك. أما وزارة الصحة البرازيلية فقد سجلت رقما قياسيا بلغ 1,188 حالة وفاة يومية بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى أكثر من 20,000 حالة وفاة. وقالت الوزارة إن البرازيل لديها الآن أكثر من 310,000 حالة مؤكدة، أي أقل بقليل من 4,000 من روسيا التي تحتل المركز الثاني في العالم. أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بالفيروس في البلاد بواقعي 460 إلى 177,212 حالة في المجمل. وأوضحت البيانات ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بواقعي 27 حالة إلى 8,174 وفاة. وفي إسبانيا قالت وزارة الصحة إنها سجلت 48 وفاة بالفيروس المستجد، ليتراجع بذلك معدل الوفيات اليومية لأقل من 50 لأول مرة منذ 16 من مارس الماضي. وقالت الوزارة إن إجمالي الوفيات في البلاد بلغ 27,940 حالة، بينما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 482 حالة ليصل إلى 233,037 إصابة. Tenemos 421 casos nuevos, son menos que los últimos días. Las cosas también de lo que ha hablado, de la reserva estratégica para abastecimiento de las comunidades y demás. Además tenemos... سجلت السلطات الصحية الفرنسية 83 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات في المستشفيات وفي دور الرعاية إلى 28,215 حالة.
وبلغ إجمالي المصابين بكورونا الذين نقلوا إلى المستشفى 17,583 حالة، بانخفاض 358 عن العدد المسجل في 24 ساعة الماضية. أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 27 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 4,249 حالة. وأشارت الوزارة إلى تسجيل 961 إصابة جديدة بكورونا، لترتفع الحصيلة إلى 153,548 حالة. قال رئيس الوزراء الصيني لي كاتشيانغ إن بلاده تواجه تحديات اقتصادية هائلة بسبب فيروس كورونا. وقال المسؤول الصيني في المؤتمر الوطني السنوي المؤجل من مارس الماضي إن الصين حققت إنجازات استراتيجية رئيسية في مواجهة تفشي فيروس كورونا، لكنها لم تتعافى بشكل كامل حتى الآن. وأضاف أن بكين ستعمل لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاقية اقتصادية وتجارية مع الولايات المتحدة قريباً. أعلنت السلطات الصينية عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تأكدت إصابة 4 حالات خلال 24 ساعة الماضية. وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين القول إن البيانات الجديدة ترفع إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد إلى 82,971 شخصاً، فيما يستقر إجمالي عدد الوفيات عند 4,634 شخصا. أعلن الصائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أعلن أن الفلسطينيين علقوا الاتصالات مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. وقال عريقات إن ذلك يأتي تماشيا مع إنهاء التنسيق الأمني مع إسرائيل والولايات المتحدة احتجاجا على اقتراحات إسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ واشنطن بهذه الخطوة. جدد المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري اتهامه لتركيا بدعم ميليشيات طرابلس بالعتاد والمرتزقة، مشيرا إلى أن أنقرة تورد العتاد العسكري لميليشيات طرابلس من ميناء إزمير، وأن الجيش الليبي اعتقل العديد من المرتزقة السوريين في طرابلس. نقلت تركيا عدد كبير جدا، تقريبا 17,000 سواء من الشباب السوري المغرر بهم، سواء من الجماعات التكفيرية المتطرفة إلى الأراضي الليبية. خلال الأسبوع الأخير فقط 34 رحلة جوية ما بين أنقرة أو ما بين اسطنبول ومطاري طرابلس ومصرتها. الآن تشاهدوا على الشاشة خطوط النقل المرتزقة والأسلحة والعتاد من تركيا إلى ليبيا. نددت 4 كتل نيابية في البرلمان التونسي باستمرار تدخل رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي في السياسة الخارجية للبلاد وإقحامها في نزاعات داخلية لبعض الدول. أصدرت الكتل الأربع وهي قلب تونس والإصلاح وتحية تونس والمستقبل أصدروا بلاغا أعربت فيه عن رفضها لإقحام تونس في صراعات المحاور الإقليمية، مضيفة أن هذا الاتجاه يتناقض مع المواقف الرسمية للدولة التونسية. ودعت الكتل إلى عرض المسألة على أول جلسة عامة مقبلة للتداول، فيما حثت على احترام الأعراف الدبلوماسية وتجنب التدخل في صلاحيات بقية السلطات وعدم الزكي بالبرلمان في سياسة المحاور. أيد مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين النائب جون راتليف مديرا للمخابرات الوطنية في انتصار للرئيس دونالد ترامب في ثاني محاولة له لوضع جمهوري محافظ على رأس أجهزة المخابرات.
وحصل راتكليف العضو بمجلس النواب المعروف بولائه الشديد لترامب على تأييد 49 من أعضاء مجلس الشيوخ مقابل اعتراض 44، وهو أكبر عدد من الرافضين لأي ترشيح سابق لتولي رئاسة المخابرات الوطنية في البلاد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة سترد بقوة إذا وصلت الصين خططها لفرض تشريع جديد للأمن القومي على هونغ كونغ. تصريحات ترامب جاءت بعد ساعات من إعلان مسؤول صيني أن مجلس نواب الشعب الصيني يمارس سلطته الدستورية في وضع إطار تشريعي جديد وآلية لفرض القانون لضمان الأمن القومي في هونغ كونغ. هدد زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل بإعادة النظر في العلاقات الأمريكية الصينية إذا وصلت بكين المزيد من الإجراءات الصارمة على هونغ كونغ. وقال ماكونيل في بيان إن الصين تشن حملة أخرى جديدة لفرض هيمنتها على هونغ كونغ، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ مهتم بإعادة تقييم العلاقات الأمريكية الصينية على إثر قرارتها. نظم ناشطون في هونغ كونغ مسيرة ضد خطط الصين لفرض تشريع للأمن القومي على المدينة شبه المستقلة، والتي يخشى الكثيرون أن تقوض حرياتها ومكانتها الدولية كمركز مالي عالمي. وقال الناشطون إن المسيرة بدأت من الحي المالي وانتهت أمام مكتب الاتصال الصيني، بينما حذر مراقبون من أن هونغ كونغ يمكن أن تغرق قريبا في تجدد الاضطرابات. أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك عن قلق المنظمة الدولية من تآكل نظام الحد من التسلح بين روسيا والولايات المتحدة. وأشار دوغاريك إلى أن تعطيل الاتفاقيات كاتفاقية السماوات المفتوحة من الممكن أن يؤدي إلى سباق تسلح جديد. وشدد دوغاريك على أن إنهاء مثل هذه الاتفاقيات دون استبدالها يمكن أن يؤدي إلى أعمال مزعزعة للاستقرار مثل سباق تسلح جديد. احتل هاشتاغ ملحمة البرثة المركز الثالث عالميا في قائمة الأكثر تداولا في مواقع التواصل أو موقع التواصل الاجتماعي تويتر. جاء ذلك تزامنا مع بث الحلقة 28 من مسلسل الاختيار التي سلطت الضوء على ملحمة البرث، وجاء ضمن الأكثر تداولا عبر تويتر أيضا هاشتاغ شهداء الوطن الاختيار المنسي، حيث تداول رواد منصة تويتر صورا للشهيد أحمد منسي وجنود القوات المسلحة الذين استشهدوا في الملحمة عام 2017. نهاية النشرة، والآن إليكم تذكرة بأهم عناوينها. الرئيس السيسي يؤكد أن الدولة تعاملت مع أزمة كورونا بشكل علمي واحترافي. معهد روبرت كوخ يعلن تسجيل 460 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا. ورئيس وزراء الصين يتحدث عن نجاح استراتيجي كبير في مواجهة كورونا ويحذر من تحديات اقتصادية هائلة. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.